في إطار التكفل الصحي بسكان مناطق الظل والأماكن المعزولة على مستوى ترابي ولاية الجلفة، كانت منطقة مسك النائية على موعد مع فرق طبية متنقلة انطلقت في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل رفع وتيرة التلقيح الوطنية وبلوغ نسبة المناعة الجماعية. اليوم احنا كفرق طبية متنقلة خرجنا لمناطق الظل مسك ولاية الجلفة. العملية راح تمر في وفق شروط والبروتوكول الصحي. اليوم احنا مشينا لمناطق الظل للتلقيح والتوعية والتحسيس للمرض هذا، وندعو المواطنين للتلقيح بترجع الحياة الطبيعية. مناطق الظل كما قلت سبق لي وأن قلت أننا خصصنا 48 فرقة متنقلة كلها مخصصة للمناطق النائية ومناطق الظل من أجل تنقل الفرق الطبية لهذه المناطق والوصول إلى كل النقاط السكانية على مستوى الولاية سواء كانت حضرية أو بدوية. مبادرة أخذ جرعات من اللقاح لقيت استحسان الساكنة الذين ثمنوا هذا الإجراء باعتباره قرب لهم وسيلة هامة من وسائل الوقاية من فيروس كوفيد-19. الحمد لله اليوم تلقينا الجرعة الأولى نتاع اللقاح نتاع كورونا إن شاء الله، وربي يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله، وربي يحفظنا إن شاء الله يحفظ العباد إن شاء الله. الحمد لله قاموا بنا الحمد لله وداروا لنا اللقاح مجانية. درت الإبرة هذه إن شاء الله الناس هذو اللي ما داروش يزيدوا يجوا يديروا الإبرة هذه تاع اللقاح هذه، وراها الحمد لله مجانية ومليحة وقاموا بنا وكثر الله خيرهم، والناس هذو اللي ما داروش إن شاء الله يجوا هنا ويديروا. تقريب الخدمات الصحية لأهالي القرى والمناطق النائية وتحسيسهم بمدى أهمية التلقيح هو ما يسعى القائمون على القطاع الصحي بالولاية للسهر على تحقيق هذا الهدف وحماية هؤلاء المواطنين وإعطائهم الحق في الرعاية الصحية المستمرة.